لقد قام الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية بتقديم عرض للسيد الرئيس عن الأنشطة الجارية بال التحاق بعدد من الوظائف في الوزارات وجهات الدولة التي تتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية بهدف إعداد وانتقاء أفضل الكوادر للعمل بالجهاز الإداري للدولة. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على التعاون والشراكة بين جميع الأجهزة المعنية لتوفير التدريب المتكامل والمناسب وفقا لأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء المتقدمين للوظائف العامة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لإعداد أجيال وكوادر عالية الكفاءة بما يحقق طفرة ملموسة في أداء الجهاز الإداري للدولة وفي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.